قلتي انا كنت غاده خارجه ودابا نسمع بحلقه نقول تكلمت. جيت ندخل صدت الكاميو داخل ليا في داري، جيت صدت وداخل ما عرفتش شكون اللي عيط على السلطه، جات جا البوليس والكاميو راه داخل ببوطات وكل شيء، ودابا عاد راه سيرني خويا في البوطات. راه دابا الدار هذه ما بقاتش صالحه، ما بقاتش صالحه للسكن. هي الاحداث تقدر الله يحفظك. واش نقرا هذه الثالثه في الخطره؟ داخل فيها واحد مول الحليب، داخله ديال النقل، دخل هذا ديال البوطه، راه جيران في الخطر. واني جيران انا ما نقدرش نخرج نقول لهم خرجوا سيروا في حالكم، انا ما نقدرش. انت مولا الدار الحاج؟ واخا انا مولا الدار، كاينه اختي معايا واختي برا في الخارج. انا خويا ماشي من الساكنه، انا غير الوالده اللي من الساكنه. خويا راه غير حتى كنتو كاع كانوا جالسين حتى خرج هاد دموش، ديما كيوقع هاد المشكل ديال هاد، هما ديما مضرين هاد الكاميون اللي كيدوزو، ديما مضرين ديما، راه ماشي اول مره هذا ولا ثالث مره. والدار هي راه على قدها، يعني راك عارف، راك عارف هاد بني القديم. واش اللي غنقول لك، حنا غير ملي ما ماتوش الناس وما خلا ما كاينش الارواح كنحمدوا الله، وكيطالبوا هاد الناس باش يا اما يعوضوا ليهم يا اما يشوفوا شنو غيديروا ليهم، يا اما بسكينه يا اما هادشي اللي غنقول لك. ما عندي حيت راه ما يمكنش غادي يدخلوا لها وهي هكا، هما ديما مهدين، ديما 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 مهدين ديما. لا لا ديما 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 ديما، هادي ثالث مره، هادي ثالث مره كيوقع هكا. لا انا كنت هنا، كنت مع الوالده ديالي ولكن دابا ما بقيتش.